أقف أمام اسم الرئيس وأنا من قلبي من جوايا أنظر إليه بمنتهى الإعجاب، مش هقولك بالحب ومش بمنتهى الإعجاب، مش بس بالفخر، بمنتهى الإعجاب. سألني أنت بتحبه، هقولك والله العظيم قوي، وهتعدي السنين وهتلاقيني زي ما أنا كده قوي. عمل اللي محدش عمله خالص في تاريخك الحديث خالص، كل حاجة إيجابيا. أنت سينا في إيدك بقى لها كام سنة؟ طب مين يعني، طب ما كانتش بتتعمر ليه؟ وما بتتبنيش ليه؟ ومطروح والوادي الجديد وساحل البحر الأحمر كله والجنوب فين؟ ده اللي احنا اشتغلناه، ده اللي عمله الراجل على المستوى التطوير الجيش والتصنيع العسكري والتكنولوجيا العسكرية، طب على مستوى الصناعات المدنية، طب على مستوى الزراعة، طب على مستوى المية.